في إطار متابعة مدى تنفيذ برنامج سنتي التحضير القتالي 2018-2019 عبر كافة وحدات الجيش الوطني الشعبي وعبر كافة النواحي العسكرية، قام الفريق أحمد جايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي اليوم بزيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الأولى. الزيارة انطلقت من الفرقة 12 مشاة ميكانيكية، حيث أشرف سيد الفريق على تنفيذ تمرين بياني بالذخيرة الحية نصر 2019، كما ترأس لقاء توجيهيا مع إطارات وأفرادي الناحية. فبميدان الرمي والمناورات للفرقة ورفقة اللواء علي سيدان قائد الناحية العسكرية الأولى، استمع السيد الفريق إلى عرض حول التمرين قدمه قائد الفرقة، تضمن الفكرة العامة ومراحل التنفيذ، وهو التمرين الذي يندرج في إطار تقييم المرحلة الثانية من برنامج سنة التحضير القتالي 2018-2019، والذي شاركت فيه وحدات الفرقة 12 مشاة ميكانيكية، فضلا عن وحدات جوية من طائرات وحوامات الإسناد النارية. السيد الفريق تابع عن كثب مجريات التمرين الذي نفذ في ظروف قريبة من الواقع وفقا للخطة الموضوعة وتماشيا مع الأهداف المسطرة والمتمثلة أساسا في صقل مهارات الأركان في تحضير وتنظيم الأعمال القتالية والتنسيق بين مختلف القوات، فضلا عن اكتساب القادة الخبرة في السيطرة على الوحدات وتمكين الأطقم من اكتساب مهارات أكثر في التحكم في منظومة الأسلحة واختبار القدرة على التنفيذ الناجح للمهام القتالية الموكلة. هذا التمرين أكد جليا القدرة التي تتمتع بها هذه الوحدة الكبرى في مجال التنفيذ الناجح للمهام القتالية الموكلة، جسدها التنفيذ الجيد للتمرين الذي كلل بالنجاح التام. في نهاية التمرين التقى سيد الفريق بأفراد الوحدات المشاركة، حيث هنأهم على الجهود التي بذلوها لإنجاح هذا التمرين، حاثا إياهم على بذل المزيد من المجهودات للحفاظ على الجاهزية القتالية لهذه الوحدة الكبرى في أعلى مستوى.